انا اسف، نرجع للاستثناء يا فارس. انا بالنسبه لي اتنين لاعبين كانوا النهارده مختلفين تماما عن باقي اللاعبين، سواء اللي كانوا في اساسيين او اللي نزلوا احتياطي، واعتقد ممكن متفقين في القصه دي. ممكن سواء ياسر ابراهيم والشناوي. ياسر ابراهيم الفتره الاخيره بيقدم مستوى من وجهه نظري يضعه ضمن الافضل في خط الظهر في مصر، سواء بدايه من كاس العالم الفتره الاخيره دي، لان خلينا نكون محدد، بدايه من مشاركته في كاس العالم وعمل الثنائيه مع رامي ربيعه امام مونتريه وكمل لكاس العالم وتسجيله هدفين في مباراه الهلال السعودي. ومستوى ياسر ابراهيم ما شاء الله ثابت بشكل كبير ومهم جدا، ويستحق بالفعل الانضمام لمنتخب مصر، وبيعكس جانب اخر من وجهه نظري في محمد عبد المنعم اللي لعب فتره في الجهه اليسرى وقال عدلته على الجهه اليمنى، لعب في الجهه اليمنى في بعض المباريات بيكون دون المستوى ومحتاج يركز مع نفسه، ومحتاج ايضا بيتسو موسيماني يحاول ان هو يعمل روتيشن في المكان ده كتير، لان احنا هنا اشدنا بمحمد عبد المنعم، وبالتاكيد محمد عبد المنعم لاعب كبير، ولكن مهم جدا محمد عبد المنعم يبقى عارف ان تواجده داخل التشكيل الاساسي للنادي الاهلي مش بالسهوله، ان هو جاي من المطار على الامارات يلعب اساسي حتى هذه اللحظه، محتاج شويه ان يحس ان في تنافس قوي جدا. وانا عارف ان في بعض اللاعبين بيكون عندهم بعض التحصينات من النقد، لكن النقد البناء ده في صالح اللاعب بالتاكيد. لكن نروح لياسر ابراهيم ونقدر نستعرض ارقام ياسر ابراهيم اللي يستحق عليها الانضمام للمنتخب، مع اني مش مقتنع بفكره ان يقيم ياسر ابراهيم النهارده ارقام. العين المجرده قادره على تقييم ياسر ابراهيم، تركيز، تواجد بشكل مهم جدا، التحامات، بيفوز بالالتحامات، دي ارقام ياسر ابراهيم النهارده. طبعا لعب المباراه بالكامل بالوقت الضايع، تمريرات صحيحه، لعب 87 تمريره، تمريرات صحيحه في ظل ان افضل ممررين في الفريق كانت تمريراتهم في حالات مش في حالتهم وكانت تمريراتهم خاطئه. ياسر ابراهيم بيمرر 84 تمريره بشكل صحيح بنسبه 97%، رغم ان بعض الناس بتقول ان دي نقطه يعني فيها بعض السلبيات عند ياسر، لكن النهارده ياسر 97% دقه التمريرات. استخلاص الكره 7 مرات، وده الاكثر استخلاصا للكرات ضمن ال 11 لاعب اللي كانوا موجودين في ارض الملعب من النادي الاهلي. عمل تاكلنج 3 مرات، الثلاثه كانوا بشكل صحيح. اجمالي الالتحامات عمل 10 التحامات، قدر ينجح في الفوز ب7 التحامات. فبالتالي ياسر ابراهيم من وجهه نظري هو احد اهم نجوم المباراه اللي فيها سلبيات كتير، واحد اهم الاستثناءات اللي باقي طبعا من وجهه نظري، واعتقد فارس اتفق معايا، الاستثناء الثاني لمباراه اليوم. الاستثناء الثاني وهو في رايي افضل لاعب في المباراه وهو محمد الشناوي من جانب الاهلي. ليه؟ قبل ما نروح رقميا نتكلم كمان نفسيا. اكتر لحظه ممكن تبان فيها كتير من نقاط ضعفك هي اللحظه اللي حواليك بيساهم في ده، مش حواليك خط الدفاع، لا، حاله الفريق كلها هي اللي تبدا تنعكس عليك بالتبعيه، فالفريق كله خارج فورمته فتبدا تتشد لتحت. ياسر ابراهيم ممكن مختلف شويه، لان كان في الفترات اللي فاتت مباراه الهلال السعودي وايضا مباراه الهلال السوداني كان عنده نقاط مضيئه.